ومعنا عبر سكايب من عمان غازي دكتور غازي فيصل الأكاديمي والدبلوماسي العراقي. مرحبا بك دكتور غازي. إذا كما شاهدنا تقرير لصحيفة الجارديان نقلا عن مسؤول بريطاني سابق اتهم الحكومة البريطانية بغض الطرف عن التغلغل الإيراني في العراق، بداية ما تعليقك على ما جاء في هذا التقرير؟ نعم، هذا شيء خطير. يعني المعلومات اللي وردت بالتقرير واللي في المقال أصلا وما استعرضته في المقدمة تشكل انتهاك خطير للسياسات المتعلقة بمستقبل الأمن والاستقرار بالعراق. نذكر تماما أن لإيران دور خطير كان في احتلال العراق في 2003، تواطأت مع القيادة العسكرية الأمريكية وصرح خاتمي علانية ورفسنجاني أنه لولا دعم إيران لقوات التحالف العسكري لما استطاعوا احتلال العراق هذه، وأيضا طالبان وأفغانستان. هذا شيء خطير أعتقد في الاستراتيجية الأمريكية وفي التنسيق وفي التخادم المشترك بين الاستراتيجيتين الأمريكية والإيرانية في المنطقة وفي العراق تحديدا. أعتقد أيضا أن الدور البريطاني كان باستمرار هو لخدمة استمرار الحروب في العراق وزعزعة استقرار المنطقة مع الأسف، وبالتالي وظفت بريطانيا كما وظفت قبلها وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصراع المذهبي بين الدول الإسلامية، ووظفت هذه النزاعات المتطرفة الإيرانية باتجاه شن الحروب وزعزعة الاستقرار وتغذية المنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. إذن الاستراتيجيات الإيرانية تقدم خدمة للاستراتيجية البريطانية ولاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. احنا نلاحظ كيف تفسر أن تكون هذه الأهداف البريطانية ومصلحة البريطانية من هذا التمدد الإيراني في العراق كما ذكرتها على حساب التضحية بعلاقتها مع كردستان العراق؟ نعم، هي لم تضحي بالمطلق أو بالكامل مع كردستان العراق، صمتت على ما يحدث في الأزمة. نعم، أكيد هناك صمت، لأن هناك مصالح لبريطانيا ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية ببقاء العراق موحد. اليوم قوى التحالف الدولي وخصوصا بريطانيا أعلنت أكثر من مرة على إيمانها أو اعتقادها بأهمية بقاء العراق موحد، والسيادة العراقية تتحدث عن السيادة العراقية ووحدة الحدود ووحدة الأرض، هذا شيء جيد. لكن بالمقابل هذه التنسيقات أو هذه العلاقات الخفية والصفقات بين هذه القوى وإيران يمثل شيء خطير على مستقبل العراق. اليوم نعرف إيران تتمدد من طهران إلى بغداد باتجاه دمشق ولبنان والبحر المتوسط. هذه الاستراتيجية التوسعية الإيرانية الخطيرة، لكن في نفس الوقت هذه الاستراتيجية الإيرانية تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بما ينسجم مع نظرية كونداليزا رايس بالفوضى الخلاقة. فالكل يستثمر هذه الفوضى الخلاقة من أجل مصالح ذاتية. احنا نذكر تماما الجنرال قاسم سليماني كيف يتجول في كركوك سليمانية وفي أربيل بحرية مطلقة، وهو الذي غدى عملية الصراع بين الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. واليوم إيران تعمل تفتيت وتفكيك التنظيمات والأحزاب الكردية، والهدف معروف واضح وهو منع الأكراد في إيران من تحقيق غايات ومصالح من أجل الحصول على حكم ذاتي وفيدرالية على سبيل المثال. ولكن هذا التمدد والنفوذ الإيراني وصل مداه وأصبح يمثل خطرا على هذه الدول الولايات المتحدة وبريطانيا، كيف ستهندس بريطانيا أيضا وجودها المستقبلي في العراق؟ هل يمكن أن تقبل بتنامي هذا النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة؟ من المؤكد هناك حدود مسموح بها وحدود حمراء أو خطوط حمراء للتمدد الإيراني. احنا نعرف تماما اليوم الاستراتيجية الأمريكية الأخيرة اللي صدرت الإدارة الأمريكية للرئيس ترامب تأشر بوضوح خطوط حمراء مواجهة إيران والاستراتيجية الإيرانية التوسعية. نذكر بالضبط يعني وقوف أمريكا ضد هذا التمدد الإيراني في العراق،
في سوريا، القواعد الأمريكية العشرة اليوم الموجودة في سوريا، حديث المعلومات اللي بدأت تظهر عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء حكم ذاتي في شرق الفرات للمناطق الكردية، هذا أيضا يدخلنا في مشاكل مع وصراع مع القيادة التركية والاستراتيجية التركية، مسألة لبنان والهيمنة على لبنان، نعم. أمن الشرق الأوسط، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في هذه المنطقة والاتحاد الأوروبي. أكيد اليوم هو أيضا نذكر بصورة خاصة أن الأحداث اللي جرت في إيران واللي أشارت إلى مظاهر خطيرة جدا في الحياة السياسية والاقتصادية، الفقر، البؤس، الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، الإعدامات، اليوم معلومات عن اعتقال أكثر من 3700 شاب من الذين احتجوا في هذه التظاهرات، لكن هذا كله سينعكس حتى على الاستراتيجية الإيرانية في العراق. إذا المنطقة يجب نعم، أن تعيد إيران النظر في استراتيجيتها التوسعية يعني بأقل من والإنفاق دقيقة الهائل. دكتور غازي، عفوا، نعم بأقل من دقيقة، كيف ستتعامل بريطانيا مع هذا الواقع الإيراني في ظل تقرير الصحيفة البريطانية؟ نعم أنا أعتقد بالنهاية يعني بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهم حلفاء استراتيجيين اليوم وموجودين على الأراضي العراقية كقوة عسكرية وقواعد داخلية، يسمحوا لإيران بالتمدد بما يهدد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ونتذكر تماما الرسالة اللي وجهها رئيس جهاز المخابرات الأمريكية CIA إلى الجنرال قاسم سليماني، اللي حذر جنرال قاسم من منع او لمنع الميليشيات التابعه لايران من توجيه اي ضربه او التعرض للقطاعات العسكريه العراقيه اللي موجوده في العراق. واذكر ان في العراق اليوم اكثر من 12 قاعده جويه وعسكريه امريكيه موجوده، وبعض الاصوات نعم دكتور غازي، والتصريحات اللي سمعناها اللي تهدد بضرب هذه المنشآت او هذه القواعد، وبالتالي ممكن يحصل عود الى تصادم كما حصل بعد 2003، حرب بالنيابه او حرب مباشره بين ايران والعراق، بين ايران والولايات المتحده الامريكيه على الاراضي العراقيه. شكرا جزيلا لك من عمان عبر سكايب، سيد دكتور غازي فيصل، اهلا وسهلا. اكاديمي ودبلوماسي العراق.